كان في زي ثوار او كان في المماليك حاولوا يحبسوا الثوار دول على اساس ان محدش يتعامل معاهم، فدخلوهم في المنطقه دي اللي هي منطقه ضرب المهابيل دي. هي ضرب المهابيل اتسمت ضرب المهابيل اللي انا اعرفه يعني او اللي استشفته بعد كده، ان كان في زي ثوار او كان في المماليك وتقريبا هم حبسوا يعني حاولوا يحبسوا الثوار دول على اساس ان محدش يتعامل معاهم المماليك يعني، فدخلوهم في المنطقه دي اللي هي منطقه ضرب المهابيل دي وقفلوا عليهم ضرب المهابيل عشان محدش يتعامل معاهم. يعني الموضوع ده بقاله كتير قوي قبل ما نتولد بكتير، احنا بنتكلم ايام المماليك يعني مش بنتكلم ايام عبد الناصر يعني. انا حضرت عبد الناصر طبعا، فالكلام اللي انا بتكلمه ده من قبل عبد الناصر وقبل الملك فاروق وبتاع ايام المماليك. ضرب المقابل دي بقى طبعا دي منطقه احنا عشنا فيها واتولدنا فيها، ومنطقه بصراحه يعني من اشهر المناطق في القاهره اللي كانت هي والقلعه والسيده زينب والحسين وام الغلام وشارع المعز الفاطمي، كل المناطق دي والبطنيه، كل المناطق دي كانت ليها رتم معين يختلف عن اي رتم في مصر. انا مولود هنا وعندي 63 سنه حاليا. هي اسم ضرب المهابيل ده اسم احنا يمكن ما نعلمش بالشيء، بس احنا سمعنا من قبلينا ان هي كان اسمها دي اللي سماها كان شريف باشا. ارض شريف دي اللي هي دلوقتي اسمها ارض شريف، كان ده قصر لشريف باشا، وكان هنا زمان قوي كان شارع محمد علي، كان فيه بقى الناس اللي هم بتوع الزفاف والرحافين والكلام دون، كانوا ساكنين هنا، فكانوا بالليل بيقعدوا يطبلوا ويزمروا وبتاع، وكان شريف باشا الناحيه الثانيه كان يقعد يقول ايه الازعاج دون وبتاع، فعشان كده سماها ضرب المهابيل، اطلق عليها ضرب المهابيل من شريف باشا. وكان هنا في حته اسمها البوظه، يعني كان في بوظه فتح هنا في ضرب المهابيل، دي كانت شهره ضرب المهابيل قوي البوظه. ايه البوظه؟ لا احكي لنا قصه البوظه دي. البوظه دي هم كان هو يعتبر ظهر البوظه. البوظه دي من ورا محلين دلوقتي هم مفتحين اجهزه. كان البوظه دي كانت بتتعمل من ايه؟ كانت بتتعمل من العيش الناشف والقمح. ايوه ماشي. وكانت اشهر حته في ضرب المهابيل البوظه دي.